أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Sila ulang ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. حسبك. Soalan yang kedua daripada surah Al-Maidah ayat 78 juzuk yang ke-6 muka surat 121. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. سيلا سامبونغ آيات تسبو تماف قلنا سؤالين. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين حسبك. Soalan yang ketiga, sila baca ayat berikut dengan bertarannum daripada surah Ali Imran ayat 189 juzuk yang keempat muka surat 75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب
النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi saudara, ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun diperdengarkan hafazannya oleh saudara Abdul Mun'im bin Ihya'uddin, mewakili wilayah persekutuan. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang kita hayati pula hafazan ayat-ayat suci Kalamullah oleh peserta kedua pada petang ini bagi kategori 1 hingga 10 juzuk. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedia soalan pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 39 juzuk yang pertama muka surat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir